بس شوفوا كيف المخلخل هذا صغير، ايش هذا؟ شوفوا كيف في حبوب كانها اسفنجه. خلونا ندوقها، اول شيء خلونا نتاكد من رائحتها كيف. رائحتها كانه واحد ما يصلي صلاه الجمعه. بس خلونا ندوقها، اهم شيء الطعم. واو او ماي جاش، طعمها حامض كانك قاعد تاكل دكتور اسنان. والله طعمه غريب، ما انصحكم فيه.